ملف اخر مهم جدا وحضراتكم كنتوا بتتكلموا عليه هو ملف الدواء. وساعتها يمكن النهار برضو هذا الاسبوع عقدنا اجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه والسكان ورؤساء هيئات الشراء الموحد وهيئه الدواء. واعتقد الحمد لله حضراتكم متابعين على الشارع ان احنا نقدر نقول ان احنا تجاوزنا الازمه، والحمد لله ما بقاش فيه النهارده شكاوى. وعشان ما بقاش مبالغ واقول ان انا حليناها بنسبه 100% اقدر اقول بنسبه 95%. بقى الوضع اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان احنا رجعنا الى ما قبل الازمه الخاصه بالدواء. بقى وارد ان ممكن يحصل نقص في دواء معين او دوايين، وده كان بيحصل قبل الازمه، وبتبقى على طول بنتعامل كدوله في هذا الموضوع. ولكن الازمه اللي كانت موجوده الحمد لله نقدر نقول ان احنا تجاوزناها بنسبه 95% بهذا الموضوع، والدوله مستمره في ضخ كل الالتزامات الماليه لكل الشركات الخاصة بالقطاع الخاص اللي منتجة للأدوية عشان تكون الاحتياطيات بتاعتها المطلوبة وعجلة الإنتاج ما يحصل لهاش أي اضطراب آخر في هذا الموضوع. بعد اجتماعي آخر مهم جدا وأرجو إن حضراتكم تكونوا تابعتوه، وهو إعلان وزارة الإسكان والمرافق عن طرح مرحلة جديدة من سكن كل المصريين بعدد يقترب من 80,000 وحدة سكنية جديدة. وهذا البرنامج المهم جدا اللي يعني الواحد بيشرف وبيفخر ان هذا البرنامج ضمن الجمهورية الجديدة اللي نجحنا فيه ان احنا نصل الى 1,000,000 سكنية، وده بخلاف 300,000 تانيين للمناطق الغير امنة. انا بتكلم هنا على اسكان اجتماعي بيلبي فئات الشباب ومحدودي الدخل والمتوسطي الدخل. النهاردة ده مرحلة جديدة من هذا البرنامج المهم، 80,000 وحدة جزء منها بالفعل خلص تقريبا والجزء الثاني تحت الانشاء، فبالتالي احنا بنعلن على وحدات بقت موجوده، وان شاء الله يعني بمجرد ما بننهي الاجراءات يقدر المواطنين يبداوا يستلموها في خلال الفتره القادمه باذن الله. هختتم يمكن قبل ما ادي الفرصه لزميلي بقى وزير البترول علشان يعني يتكلم مع حضراتكم بصوره تفصيليه ويعرض موقف قطاع البترول. الحقيقة كانت زيارة المنيا وأعتقد حضراتكم كنتوا معانا وتابعتوها. مفيش مكان في مصر النهاردة إلا والدولة المصرية يد التطوير والتحسين بتمتد إليه. النهاردة مشروع زي مشروع حياة كريمة الحمد لله يعني بقى موجود في كل القرى والمحافظات سواء النائية أو البعيدة اللي كان لم يمتد لها يد التطوير. مشروعات الصحة بتحتل مرحلة أولى. النهاردة كان بجانب زيارتي للمنيا كان في زيارة لمنطقة كرداسة، وحضراتكم عارفين قد إيه هذه المنطقة كان الكثافات الفصول فيها بتصل إلى أكثر من 120 طالب في الفصل، وكان فيها يعني مشاكل وتحديات كبيرة جدا. برضو النهاردة مع المنظومة الجديدة اللي موجودة متوسط الكثافات لا يتجاوز الـ50، كلها في الأربعينات، وده كله نقلة كبيرة جدا. مستمرين في عملية تطوير المنظومة التعليمية في خلال الفترة القادمة. شيء آخر يمكن يعني برضو حابب إن أنا أقوله لحضراتكم، كان في اجتماع مع السيد وزير التعليم العالي وكنا بنراجع أرقام الطفرة العظيمة اللي اتعملت في موضوع الجامعات. النهاردة إحنا بقى عندنا 112 جامعة، 112 جامعة بتعمل في مصر، 28 منهم فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات أهلية ومعاهد وحاجات كلها عليا. الشيء اللي يفرح إن هذه المنشآت النهاردة استقبلت هذا العام 1,000,000 طالب في الجامعات المصرية، 1,000,000 طالب. قبل كده كان جزء كبير، يعني مش هقول جزء كبير، كان في جزء من دول لما ما بيجدش مكان في هذه في مصر كان بيلجأ للسفر لبعض الدول الأخرى. النهاردة الحمد لله مع هذه المنشآت بقى عندنا القدرة ان احنا نستوعب 1,000,000 طالب. الشيء المهم قطاع زي قطاع الطب والاطباء، حابب ان اقول لحضراتكم رقم مهم جدا. من 5 سنوات كان عدد اللي يعني بيقبلوا في كليات الطب في مصر نتيجة لان كنا اعتمدنا فقط على الكليات الحكومية وبعض الكليات الخاصة اللي كانت بتشتغل في هذا المجال، كان عدد الدفعات اللي بتتخرج كل سنة لا يتجاوز 9,000 طالب. النهاردة السنة دي اللي دخلوا كليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة 29,000 طالب في سنة واحدة. يعني معنى كده إن بعد ما ينتهوا من الدراسة هيبقى عندنا 29,000 دكتور بيتخرجوا في سنة واحدة. شيء مهم جدا لأن احتياجات هذا القطاع
سواء حتى في الخارج لما بيسافروا وبيشتغلوا بره، ده جزء مهم جدا من قوة مصر الناعمة. لكن الأهم إنه بقى بيلبي إن شاء الله، العدد ده بيلبي الاحتياجات من نقص الأطباء اللي إحنا كنا بنعاني منها. الأهم، وده شيء مش عيب، إن النهاردة نشوف إن أكتر من 60% من العدد ده بقى بيدخل في الكليات العلمية والكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكليات التطبيقية والتكنولوجية. ده شيء مهم جدا، لأن يمكن كانت التركيبة قبل كده إن أكتر من 70% كان بيروحوا للكليات النظرية، فالنهاردة بقى العدد الأكبر رايح للاحتياجات اللي سوق العمل سواء في مصر أو في الخارج بيتطلبها. وده تغيير نوعي مهم جدا في منظومة التعليم وفي منظومة التدريب وتأهيل الكوادر البشرية لشبابنا إن شاء الله في خلال الفترة القادمة.